يحكى أن أعرابيا كان يعيش في صحراء واسعة مع زوجته، وقد من الله عليهما بغلام ذكر بعد مدة طويلة من الزواج والانتظار، فكانت فرحتهما كبيرة بطفلهما الوحيد الذي جاء ليملأ حياتهما بهجة وسعادة، وقد أطلقا عليه اسم أحمد. إن الحياة في الصحراء بسيطة جدا، خالية من التعقيدات، ولا تخضع للقوانين والأنظمة المتبعة في المدن والقرى، ذلك لأن البدوي يعيش مع أهله وعشيرته وماشيته ويتنقل من مكان إلى آخر سعيا وراء العشب والمياه له ولماشيته التي يعتمد في معيشته على لبنها ولحمها وصوفها. والبدوي إنسان ذكي بطبعه على الرغم من أنه غير متعلم، إلى أن جو الصحراء الصافي والهواء النقي والطعام الجيد في البادية جعله يعيش سليما معافى بعيدا عن الأمراض التي تنتشر في المدينة أو الريف. فهو رياضي من الطراز الأول، يمارس أنواعا كثيرة من الرياضة كالفروسية إذ يركب الجمال والخيول، ولهذا فهو في أغلب الأحيان إنسان رقيق الملامح، نحيف الجسم، خفيف الحركة، يهب لنجدة عشيرته بسرعة وشجاعة كلما دهمها خطر. وهكذا فقد بذل الوالدان كل جهد ممكن للعناية بولدهما الوحيد. ومرت الأيام سريعة وإذ بأحمد قد كبر وبدت عليه ملامح الذكاء في سن الطفولة المبكرة، حيث لاحظ الجميع أسلوبه في التعامل مع أبناء عشيرته، يسيرهم ويتودد إليهم مظهرا شجاعته إذا حاول أحدهم أن يعتدي عليه، فيدافع عن كرامته بعقلانية تفوق حدود سنه. ولما بلغ الخامسة من عمره أخذ يرافق أباه في الصحراء، حيث يتدرب على ركوب الخيل والإبل ويساعد أباه على رعاية الماشية. وفي هذا الجو الجديد البعيد عن مضارب العشيرة والأطفال من جيل أحمد، شعر والده بالقلق عليه، إذ لا يمكن أن يبقى أحمد بعيدا عن والدته وأبناء جيله مع الماشية يطاردها هنا وهناك حيث لا مؤنس ولا صديق. لذا وجد والد أحمد نفسه مرغما على قبول أحد الأمرين طلبهما منه ولده، وهما إما أن يبقيه مع أمه حيث أولاد عمومته وأترابه يلعبون في مضارب العشيرة فيقضي معهم أوقاتا جميلة، وإما أن يحضر والده معه بعض من الصبية الذين يحب أحمد أن يلعب معهم. وبدا الخيار الثاني صعبا لأن الوالد لا يريد أن يتحمل مسؤولية ابتعاد بالأولاد عن أهلهم، لذا قرر أن يبقي أحمد في البيت حيث مضارب العشيرة، ووالدته التي لا ترغب في أن يفارقها ولدها لحظة واحدة لشدة تعلقها به. ومع مرور السنين بدا أحمد متفوقا على كل من حوله بالذكاء وأداء الأعمال البسيطة التي يكلفه بها أبوه وأعمامه، لدرجة أن صيته ذاع بين أفراد القبيلة فأطلقوا عليه لقب الشيخ الصغير نظرا لرجاحة عقله وتصرفاته المتزنة وشجاعته وحبه لقبيلته. وعندما كانت السماء تبخل عليهم بالمطر فيرغمون على الرحيل إلى مكان آخر، كان أحمد يحزن كثيرا لأنه لا يريد أن يفارق الأرض التي ولد عليها وكبر على حبها وترعرع بين أحضانها واستنشق هواءها العليل. وكان صعبا عليه أن يفارق ملاعب طفولته وأترابه، لكن حياة الصحراء هي كذلك في رحيل دائم، إلى أن خرج بنتيجة هي أن الصحراء بكثبانها ومساحاتها ومراعيها كلها وطن له، فأينما حل وارتحل وفي أي بقعة حط رحال الأهل كان يحس بذلك.
خمس سنوات أخرى مرت، وأصبح أحمد في العاشرة، وقد بدا طفلا فائق الذكاء، يجيد ركوب الخيل والجمال بمهارة. وقد التف حوله المقربون من أبناء جيله، وكأنهم بذلك يبيعونه على زعامتهم. عاد واحدا منهم عز عليه أن يصبح أحمد زعيما لهؤلاء الصبية، وهو ابن أعرابي فقير الحال الذي لا يملك شيئا سوى مجموعة صغيرة من النوق والماشية يرعاها ويقتات من لبنها. وقد لاحظ أحمد تصرفات رفيقه الحسود عمر، فلم يعامله بالمثل، بل أخذ يتودد إليه أكثر من الأول، ويركز على أن يكون عمر قريبا منه في أغلب الأحيان. وبدلا من أن يغير هذا الأسلوب اللطيف من حسد عمر، فقد زاده كرها لأحمد، وأخذ يعيره بفقره كلما كان يلتقيان. أما أحمد فكان يتغاضى عن إهانات رفيقه عمر، وزاد من تودده حتى أصبح كل الأولاد يكرهون عمر لأنه يعتدي على زميلهم المسالم الذي يلعبهم ويتودد إليهم ضاحكا في كل وقت. وفي أحد الأيام قرر الأطفال مقاطعة عمر، وصارحوا أحمد بذلك، فاستنكر طلبهم قائلا: لنذهب جميعا إلى صديقنا عمر وننذره بمقاطعتنا له إذا استمر على عناده وكراهية رفاقه. وبينما هم في طريقهم إلى بيت عمر الذي يبعد قليلا عن المكان الذي كانوا يلعبون فيه، إذ بامرأة تنادي أحمد وتقول: تعال يا أحمد، أمك مريضة. وركض أحمد ومعه الأولاد، وفوجئ بأمه تصارع الموت، فجلس فوق رأسها يقبله ويبكي لمرضها ويتألم لألمها. كيف لا، وهي أمه الحنون التي رعته بحبها وغمرته بعاطفتها، أمه التي حملته وربته حتى كبر وأصبح صبيا بذكاء الشيوخ وطفلا برجولة الشباب وشجاعتهم. لم يمضي وقت طويل حتى فارقت الأم الحياة، وتركت ولدها وأصحابه فريسة الحزن والآلم. فحزن أحمد كثيرا وبكى، وهجم على وجه أمه يقبله بلهفة ويحاول أن يعيد إليه حيويته وحرارته، لكن هيهات، فقد نفذ أمر الله وصارت أمه في رحاب الآخرة. وبعد برهة استعاد أحمد وعيه، وفكر بوالده الذي كان وقتئذ بعيدا عنهم يرعى ماشيته في قلب الصحراء، وأدرك أن عليه إبلاغ والده بوفاة أمه، وبسرعة انطلق على أحد الجمال متجها صوب المكان الذي يعرف أنه موجود فيه. ورآه عن بعد وقد استند إلى صخرة عالية يراقب جماله وماشيته. تقدم أحمد نحو أبيه وسلم عليه، وقد بدا الإرهاق على وجهه، وعلى الفور سأله والده: ما الذي أتى بك يا ولدي؟ إني أرى على وجهك علامات غير سارة، هل حصل لك شيء؟ هل أنت مريض؟ تقدم يا ولدي، اجلس بجانبي وقل لي ما الذي دعاك إلى المجيء؟ انحدرت الدموع من عيني أحمد الذي بدا شاردا، وتابع والده السؤال: قل لي يا ولدي، هل من شر أصاب القبيلة أم أن مكروها حصل لوالدتك؟ تكلم يا أحمد، قل لي الحقيقة وأرح فؤادي وخاطري يا بني. تحرك أحمد من مكانه بهدوء، وتناول يد والده وقبلها، وأراح رأسه على صدره، وقال بصوت خافت: أمي مريضة يا أبي، وقد طلبتك على عجل. وبسرعة ساق الرجل وولده الماشية عائدين إلى مضارب القبيلة، وعلى بضعة مئات من الأمتار قابلهما شيخ القبيلة ورجالها. فلما رآهم الأب أدرك أن أمرا جللا قد حدث، وعرف أن زوجته فارقت الحياة، وأخذ الرجال يقدمون للرجل مواساتهم وتعازيهم.
وعرف الوالد فيما بعد أن ولده كان يعلم مسبقاً أن والدته قد ماتت، لكنه لم يشأ أن يعلم والده بذلك فجأة، بل فضل أن يأتيه الخبر بالتدريج كي لا يصاب بصدمة لشدة حبه لزوجته الفاضلة. ومرت الأيام والشهور والحزن يلف الأعرابي الأب، وقد جادت قارحته بأشعار جميلة قوية البيان فاضت كلها بعواطفه الحزينة للمصاب الكبير الذي حل به. وقد لازم أحمد والده بعد موت أمه وطلب إليه أن يبقى في مضارب القبيلة بينما يذهب هو مع الإبل يرعاها. وحاول الأب أن يثني ولده عن هذه الفكرة، إلا أن أحمد ألح عليه حتى وافق. وقد رافق بعض الصبية أحمد إلى الصحراء، ومنهم عمر الذي تبدلت طباعه فبدا وديعا لطيفا وأصبح قريبا جدا من أحمد، وأصبح الاثنان أكثر تعاطفا من ذي قبل وكأنهما أخوان. وذات يوم خرج الوالد إلى حيث دفنت زوجته يبكيها ويرثيها ببعض شعره، وبينما هو جالس كذلك إذ بثلاثة فرسان ترجلوا عن خيولهم ووقفوا خلفه بصمت يستمعون إلى الشعر المؤثر والمحزن الذي يردده الرجل، فعرفوا أن القبر هو لزوجته التي ماتت حديثا. فخاطبه كبيرهم بقوله: السلام عليك أيها الأعرابي، ماذا تفعل هنا؟ أجاب الرجل: وعليكم السلام، أجلس هنا لأخاطب زوجتي التي فارقت الحياة قبل عدة شهور وتركتني أندب حظي. قال الفارس: أليس لك أولاد منها؟ فأجاب الأعرابي: بلى، لي ولد في العاشرة من عمره اسمه أحمد. وسأله الفارس: وأين هو الآن؟ فأجاب: إنه في الصحراء يرعى الإبل والماشية. فقال الفارس: هل يرعى الطفل شؤون البيت أم أن هذا واجب عليك لأنك أنت الكبير القادر على ذلك العمل؟ فقال الأعرابي: لا بأس يا سيدي، فإن رأيك هو الصواب، لكن ولدي أحمد أبى إلى أن يريحني من العناء وذهب هو يرعى الإبل والماشية بدلا مني. جلس الفارس محاطا برفيقيه وقال: هل تعرف الوالي أيها الأعرابي؟ فقال الأعرابي: كلا يا سيدي، لا أعرفه وليس لي مصلحة في ذلك، فأنا رجل بسيط فقير الحال أعيش ليومي وأحاول جاهدا أن أنشئ ولدي أحمد على الأخلاق الفاضلة، فهو ولد ذكي وهبه الله سعة الأفق وحنكة الشيوخ وشجاعة الأبطال وهو بعد في هذه السن المبكرة. فقال الفارس: اسمع أيها الأعرابي، أنا الوالي وقد أعجبني فيك بساطتك وحبك لولدك وتعلقك بذكر زوجتك مما يدل على وفائك وصدقك، وسأطرح عليك ثلاثة أسئلة وأمهلك ثلاثة أيام للإجابة عنها في باحة القصر حيث أكون في اجتماع عام، وإذا لم تحضر خلال الأيام الثلاثة فسأرسل من يحضرك إلى القصر بالقوة وستنال ما لا يرضيك لقاء إهمالك طلبي. لكن الرجل أخذ يرجو الوالي ألا يطرح أسئلته ويتوسل إليه أن يتركه وشأنه، فهو لم ينتهي بعد من حزنه العميق على موت زوجته، إضافة إلى أنه لا يجد في نفسه الكفاية للإجابة عن أسئلة الوالي التي ستكون حتما فوق مستوى تفكيره، فهو إنسان بسيط قليل المعرفة، ومن أين له أن يجيب وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة؟ إلا أن الوالي أصر على طرح الأسئلة وكررها عليه ثلاث مرات حتى حفظها، ثم حدد له موعدا ليأتيه إلى قصره بعد ثلاثة أيام. وانطلق الوالي مع الفارسين نحو ديارهم
وتوجه الأعرابي إلى حيث بيته يندب حظه التعيس، وخشية العقاب إذا قصد الوالي ولم يتمكن من الإجابة عن أسئلته، وهما أمران أحلاهما مر، وسار على درب يجر قدميه فوق رمال الصحراء التي أخذت تبرد مع غياب الشمس، يفكر في مصيره تارة ومصير ولده تارة أخرى، وقد بدا نحيلا أنهكه الحزن على زوجته العزيزة. ثم جاء الوالي ليزيد من غمه وهمه، وتركه فريسة الأفكار السوداء شاردا بعيدا عن التركيز والثبات. وعند وصوله إلى المضارب لقاه ولده كعادته. أين كنت يا أبي؟ حاول الأب أن يتكلف ابتسامة يرتسمها على شفتيه اللتين تشققتا نتيجة العطش والحزن، لكنه لم يستطع أن يخفي كل معالم الهم التي بدت واضحة على وجهه الذي بللته الدموع فوق الغبار الذي علق به. وعندما دخل الاثنان لخيمة صب الولد القهوة لأبيه وجلس إلى جانبه يخفف عنه، فلابد أن يكون الحزن قد تملكه على فقد زوجته. وبعد ساعة آكل الاثنان مما تيسر لهما من الزاد القليل وشربا من حليب النياق، ثم خاطب الوالد ولده قائلا: يا بني، لقد مر بالوالي وأنا جالس إلى قبر أمك عصر هذا اليوم، وطرح علي 3 أسئلة وأعطاني مهلة 3 أيام للإجابة عنها، على أن تكون الإجابة في باحة قصره، وأنا أكره الذهاب إلى قصر الوالي لأنني رجل فقير الحال رث الثياب، لا يعنيني الذهاب إليه بشيء. أضف إلى ذلك عدم قدرتي على الإجابة عن أسئلته الصعبة، لذلك أقول لك إني قد قررت الرحيل إلى مضارب قبيلة أخرى، حيث أنزل عليهم ضيفا بينما تبقى أنت هنا، وكأنك لا تعلم عن رحيلي ولا عن الأسئلة شيئا. وقد قررت هذا لعلم أنك أكثر ذكاء وفطنة ممن هم في سنك، فأنت عندي وعند كل قبيلة الصبي، الرجل، الفتى، الشيخ، وأنا واثق من أنك تستطيع أن تعيش بدوني، وسيكون لك شأن إن شاء الله في المستقبل، وعليه فإنني أستودعك الله لأني راحل هذه الليلة وسأتركك هنا. حزن الولد لما قاله أبوه ورث لحاله، لكنه أبدى عدم اطمئنانه إلى هذا الرحيل، وقال له: إذا لم يكن بد من الرحيل فلا بأس، شرط أن أرافقك إلى حيث تريد. لكن الوالد أصر على الرحيل، ولما وجد الولد إصرارا عنيدا من والده على الرحيل وحيدا استوقفه بالحديث وطلب معرفة الأسئلة 3 والتي من أجلها قرر الرحيل عن مضارب العشيرة. حاول الأب التهرب من الإجابة، فهو لا يريد أن يشغله بهذا الموضوع ولا يريد أن يشركه بعدم القدرة على الإجابة عنها، لكن الولد أصر على معرفتها فذكرها له قائلا: السؤال الأول: أين وجه الله؟ السؤال الثاني: كم عدد النجوم في السماء؟ السؤال الثالث: في أي نقطة يكون نصف الأرض؟ ما إن سمع الولد الأسئلة حتى بدت على وجهه ملامح الاستبشار، كيف لا وهو الولد المعروف منذ نعومة أظفاره بالذكاء الخارق وسرعة البديهة، فابتسم لوالده وقبل يديه ورأسه وقال: لا ترحل يا أبي، فقد عرفت الجواب، هذه أسئلة بسيطة وجوابها أبسط من أن يكرهك أحد على هجر قبيلتك وقبر أمي التي أعلم أنها عزيزة عليك. سنذهب معا إلى قصر الوالي، لكن أريد منك أن تقول هذه العبارات للوالي حين تمثل بين يديه: إن هذه الأسئلة يا حضرة الوالي تبدو لي بسيطة، ولذلك فقد طلبت من ولدي الطفل أحمد الذي لا يزيد عمره على 10 أن يجيب عنها،
وحاول الأب أن يصرف ولده النظر عن هذا الموضوع وأن يعلمه بالإجابة مسبقة، إلا أن الولد أصر على موقفه رافضا الإفصاح عنها، وأصر على أن يذهب معا إلى حيث الوالي وفي الموعد المحدد. ذهب الإثنان والقلق لا يفارق الأب، خوفا على المصير الأسود الذي يتوقعه له ولابنه إذا أخطأ الولد في الإجابة، وهو على محبته لولده لم يشأ أن يخدش مشاعره، لذا فقد وافق على أن يذهب معه. وتشابكت الأفكار في رأس الأب، ماذا سيفعل بنا الوالي؟ وما هو الذنب الذي اقترفته حتى يطرح علي مثل هذه الأسئلة العويصة؟ أسئلة كثيرة راودت ولم يجد لها الأب جوابا، وقد ساعدته هذه الخواطر على احتمال المسافة الطويلة التي قطعاها راكبين على بعيرهما، وما هي إلا لحظات حتى بدت لهما ملامح القصر. فجدا في المسير حتى إذا اقتربا من الباب الكبير، ناديا الحراس فأذن لهما بالدخول إلى القصر بعد أن أناخ كل منهما بعيره في الساحة الخارجية. وسلم أبو أحمد على الوالي وقدم له ابنه أحمد فرحب بهما كثيرا. بعد تناول القهوة العربية خاطب الوالي الأعرابي بقوله: قل لي يا أخ العرب، هل تمكنت من معرفة الأجوبة الصحيحة؟ وعلي حال فإن حضورك قد خفف عليك العقاب ولو عجزت عن الجواب. فقال الأعرابي: لقد أتيتك ومعي ولدي بعد أن وجدت الأسئلة المطروحة بسيطة جدا، وأن ولدي هذا يستطيع الإجابة عنها، وفضلت أن ألوذ بصمتي وأترك الفرصة له للإجابة، فهل يروق هذا لحضرة الوالي؟ بدت على وجه الوالي ملامح الغضب، إذ كيف يمكن أن يقبل مثل هذه الإهانة صادرة عن عربي فقير بسيط؟ لكنه تكلف الابتسامة وقال: مرحبا بالرجل وبولده، والآن هاتي ما عندك يا أحمد، أنقذ والدك ونفسك من العقاب. وقف الصبي الذي لا يتجاوز العاشرة من عمره وخاطب الوالي بقوله: أيها الوالي الوقور، إن من نصبك واليا يعلم علم اليقين أنك جدير بهذا المنصب، ويعلم كذلك أنك ذو كفاية عالية لأنك تحسن التعامل مع الناس، فتساعد فقيرهم وتحترمه، وتقتص ممن تسول له نفسه ارتكاب المعاصي والمخالفات، لكني أراك قد أدخلت المزاح إلى سلطتك، وأخذت تهدد من لا يتجاوب معك بالعقاب، فمن الذي خولك صلاحية معاقبة الناس إذا لم يسعفهم الحظ في حل لغز أو أحجية تطرحها عليهم؟ إني لا ألتمس في قول هذا عفوا لي ولوالدي، لأنني أملك الجواب كما يملكه والدي، لكنني أريد أن أضع الأمور في نصابها الصحيح، ولا تظن أن فقري يحول دون معرفة أجوبة الأسئلة الثلاثة التي طرحتها على والدي. سر الوالي كلام الصبي وأعجب بشجاعته النادرة وقال له: أحسنت أيها الغلام، الفقير هو فقير العقل والفكر فقط، وتبدو بهما غنية، هات ما عندك، ولن نقتص منكما إذا كانت إجابتك خاطئة، إكراما لشجاعتك وفصاحتك. فقال الغلام للإجابة عن السؤال الأول: أين وجه الله؟ أريد منكم أن تشعلوا لي قنديلا بفتيل من الزيت. فأمر الوالي بذلك. عندئذ وضع الصبي قنديل أمام منضدة الوالي وقال: كما أن النور المنبعث من هذا اللهب هو في كافة الاتجاهات، فإن وجه الله كذلك في كافة الاتجاهات، أينما توجهت أيها الوالي تجد وجه الله أمامك، يراك ويراني ويرى كافة المخلوقات في كل مكان. سر الوالي لهذه الإجابة الوافية وطلب الجواب الثاني. فقال الغلام: أما جوابي عن السؤال الثاني، كم عدد نجوم السماء؟
إنها بقدر شعر رأسك يا حضرة الوالي. زاد سرور الوالي والحاضرين لشجاعة الصبي وذكائه على الرغم من حداثة سنه. أما والده زال اضطرابه بعد أن ظل يفكر بالعقاب الذي لا يعلم ما هو طوال الأيام الثلاثة الماضية. قال الوالي: قبلنا منك ذلك، فما هي الإجابة الثالثة؟ فاقترب الصبي من الوالي وقال: أما جوابي عن السؤال الثالث، أين منتصف الأرض؟ إنها تحت مقعدك هذا. وجحظت عينا الوالي لشجاعة الفائقة التي يتمتع بها الغلام. كيف عرفت ذلك؟ وكيف يتسنى لي أن أصدقك؟ فقال الغلام: يا حضرة الوالي، إذا لم تصدق فابدأ بالكيل والقياس ونحن معك. وزالت دهشة الحضور لسماع إجابة أحمد، وارتفعت حدة التصفيق. وقام الوالي من مكانه يضم الصبي بين ذراعيه ويقابله بحرارة، ثم أمر له بالتكريم وأن ينتقل هو ووالده للعيش في كنف الوالي، كما أمر بإرسال أحمد إلى الكتاب لتعليمه القراءة والكتابة. وهكذا أمضى أحمد ووالده حياتهما في رغد من العيش وفي جو من العلم والسعادة.